ألا رب ذي أجل قد حضر، كثير التمني قليل الحذر. إذا هز في المشي أعطافه، تعرفت في منكبيه البطر. تكون له صولة تتقى، وأمر يطاع إذا ما أمر. يؤمل أكثر من عمره، ويزداد يوما بيوم أشر. ويمسي ويصبح في نفسه، كريم المساعي عظيم الخطر. يريش ويبري وفي يومه، له شغل شاغل لو شعر. يعد الغرور ويبني القصور، وينسى الفناء وينسى القدر. وينسى القرون وريب المنون، وينسى الخطوب وينسى الغير. وينسى الشهور تحيل الأمور، فإما بخير وإما بشر. يجرعه الحرص كأس العمى، ويحمله فوق ظهر الغرر. وكم من ملوك عهدناهم، تفانوا ونحن معا بالأثر. أخي أضعت أمورا أراك لنفسك فيها قليل النظر. فحتى متى أنت ذو صبوة، كأن لست تزداد إلا صغر. تؤمن في الأرض الحمد لله دون الحياة رب العالمين، وعمرك يزداد فيها قصر. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، ولا ليال إلهي جل وعلا يا هذا سكلة نواف جيي نون سهلون نوفد ديي كلن كان بركيسن يدوردان خير كأه. وحان مهد إلهي كدب ومهد علينا يا مؤسسة الإحسان يا علماء يا دعاء أرنتي أتاغن إن إلهي دينتي سيد عودي سكوريا لان فرصة دانا نودي يا ريي ونغصو دوي أدبان نغم هاد علينا يا إلهي سبحانه وتعالى ولا لهاس أجر كودا هو ينيو أبال كودنا هؤلاء الله خيرنا وجزيو. أنت كدب كنتي وفرصة قيمة بدن وأد غالي أه وأي هلين قبلها ولا لها هو مسلمات كأه دورة أي بحين يان علماء أجل لذا أه أو كتبت حل كأه أو لصوح لي أو دن والب اسم ميزامن واسو دي اللي تران حدنا وحاويه لوح لي وفرصة مركة قيمة بدن يا تشانس يا نعمة إلهي ومدن قبر المسلمة دا أولاش وإني كفى إذي ستو إلهي نقول شكر سنعمة دا تبارك وتعالى علمك شرعك أه يا قيمها أولي هي وحان أمالينا إنا كوذا درك سنة هي طريقة كلية إلهي سبحانه وتعالى كو جينية أو جنة يسكو جينية عذاب كي سنة كابت بادينية كتوسية كو عضينية سداد إلهي وعابد إلهي أو أدوغم نقول لهي كو إلهي كبقه. إنما يخشى الله من عباده العلماء طريقة كلية اللغو قاري وعلمك شرعي قاوي مركا قبلها ولا لها مسلمات كإن فرصة إيا وقت قارة لسياني وأرين شريعة إن إسلامك يعني كسوغن أو سيدان أركي دون نبا نبي عليه الصلاة والسلام وقت قارة أيو وحا وي أخصص شري أو علمي قبره أو باهدو ذا دينات ووحا وي كباهترو مركا إلا قفا يديستو دولدان لوغو مقع داري كوني عالمة بدينك قبرية هاي النقاء مد دين تيدا قرانا إسا أو وحاوي أن جاهل كأهين أن وحان فاليا مركا إن لغا فايدي سندونو أو ما أنت كتبتا تضبضا أما سيدي دبري سعونا إسا فسائشا كوكوبا معناها وين نحن بارسا هدي قبرنا مسلمات دا هي كفايدي ستو أو أي قادة تو سيدي تهي وغفايدي ستو
waxa weeye runtii waa iyaduna waxay helaysaa cilmi ku filan oo aad u fiican, isla markaana u suuragelin kara in ay caruur hadday leedahay caruurteedii, gabdhaheedii, wiilasheedii, dadkii qaraabada ahaa inay sii gaarsiiso oo ay barto, wabitaali ay adduunkan markaa ugu noolaato si wanaagsan oo calaa basiira ah ilaahay raalli ka yahay. aakharana ilaahay waxaan uga rajaynaynaa cilmigaas tii ku camal fashaa inay jannada ilaahay ee firdowse geli doonto. ilaahayna waxaan ka baryaa subxaana watacaala inuu naga yeelo min ahli ljannati allahuma amiin. kitaabka aniga i hor yaallo oo dowrada aan uga qoranahay waa kitaabkaas la yidhaahdo arbacuuna xadiifan fi lmar'ati lmuslimati, afartan xadiif oo loogu talagalay ee gabadha muslimadda ah oo lasoo xulay oo iska leeyahay yacni sheekha la yidhaahdo uu soo diyaariyey cabdisalaam sheekh yuusuf assayid. kitaabka sheekhu wuxuu ku bilaabay sidii caadada ahayd culummada ilaahayna jalla jalaaluhu kitaabkiisa uu ku bilaabay bisinka bismi illaahi araxmaani araxiim, ilaahay magiciisa ayaan ku bilaabay alraxmaan oo aan kaalmaysanayaa, allaha naxariista caamka ah naxariista, alraxiimi allaha naxariista khaaska iska leh, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alla ayaa mahad iska leh, wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alanbiyaai waalmursaliin muxammadin waaalihi wasaxbihi wasalama ajmaciina waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi ddiin. salaad iyo salli iyo salaanne waxay u sugnaatay ambiyada kii ugu sharaf badnaa ee mursaliinta, nabigeenni muxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam, iyo aalkiisi iyo asxaabtiisi, ilaahayna ha nabadgeliyo dhammaantood iyaga iyo ciddii wanaagga ku raacday oo jidkoodii martay ilaa yowmi ddiini, ilaa maalinka qiyaamaha oo maalinkaas abaalmarinta ah. amaa bacdu, wuxuu leeyahay sheekhu facan amiir lmu'miniina caliy bni abi aalib, waxaa laga warinayaa amiirkii mu'miniinta caliy bni abi aalib ahaa anna rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam, ilaahay rasuulkiisii qaala wuxuu yidhi man xafida calaa ummatii arbaciina xadiian, man xafida calaa ummatii, ummaddayda qofkii u xifdiya oo u xambaara arbaciina xadiian, afartan xadiid oo axaadiista rasuulka ka mid ah sala allahu calayhi wasalam, bacathahu allaahu yowma alqiyaama, ilaahay wuxuu soo bixiyaa maalinka qiyaamaha fii zumrati alfuqahaa'i waalculamaa, isaga oo ka mid ah oo ku dhex jiro fuqahada iyo culimada, ilaahay sida gaarkaa u maamuusahaya tabaaraka wa tacaala. xadiidkan sida uu sheekhu uga keenay waxaa wariyay rawaahu alxasan min sufyaan fi larbaciin buu ku wariyey. alimaam nawawi wuxuu leeyahay qaala alimaam nawawiyu, alimaam nawawi yaxya bnu zakariya wuxuu leeyahay ittafaqa alxufaadu, xufaadii xadiidka ragga xifdiyey waxay isku waafaqeen calaa dacfihi, xadiidkan inuu daciif yahay oo xadiis sugan aanu ahayn. xadiidku marka waa sidaas uu sheekhu u sheegay raxmatullaahi tacaala calayhi, oo xadiid sugan ma aha. ha yeeshee waqad camila ahlu lcilmi, ahlu lcilmigu way ku camal faleen bi haada alxadiidi, xadiidkan isaga oo weliba daciif ahay ku camal faleen, fawadacuu waxay dejiyeen oo ay dhigeen arbaciina xadiian, afartan xadiid bay alifeen culimo badan fii mawaadica, meelo mutacadida kala duwan ayay maaragtay ku qoreen, wa majaalaatin mutafariqatin, iyo majaalaad iyo boosas kala duwan, mid fiqhiga ka hadlay, mid waxaa weeye akhlaaqda ka hadlay, mid axkaamta ka hadlay, mid akhlaaq wahaakada, meelo kala duwan bay afartan xadiif bay maaragtay bay ka alifeen, ayagoo xadiidkaa ku camal falayo. waxaana ka mid a culimmada xadiidka afartanka qortay kitaabkan macruufka ah oo caan baxay mashhuurka ah oo uu leeyahay alimaam nawawi raximahu llahu tacaala, oo la yidhaha arbaciinka oo ku caan baxay imaam nawawi arbaciinkiisa oo aadka iyo aadka looga faa'iidaystay oo ilaahay uu qubuulka siiyey tabaaraka wa tacaala. dhammaanteenne aan filaya inaan wada akhrisanay mar iyo wax ka badan.
سيدا درتيد با شيخ وحليهي ونحن في هذا في هذه الرساله رساله قصدنا وحن قصدنون دورني الى جمع 40 حديثا ان جمعنا فرت حديث في شان المراه المسلمه او كسابسا غبدا مسلمه دا ارنكيده سي خاصه اوغا هدلهايو يعني قار كما هدمر كحديث وعام لكن سيقار هدمر كوصو حلي بوليه شيخه وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه وجهتي وإسنادي الله كريم كاكوركيسة أيان اعتمادي سقى أيان أجهي سنيا حقيسة سقى أيان كتير سنيا أيو مركز الشيخ لي أنت ومقدمتي الحديث الأول الأمور بمقاصدها أمورها وحاون لوغد لي هي مقاصدي وجدد لي هي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وحيري سمعت رسول الله رسولك الله بن مغلي صلى الله عليه وسلم يقول له انما الاعمال اعماش وحي ان اهاتي بالنيات نيوينك اعماش وحي ان كدعها نيو ان بي كدعها يا نيوين اما اعماش وحا لغو قفك لغو ابال مريا هدبا نيدي سوحي اي اهيد وانما لكل امرئ روح والبن وحا اولي هي اسقنادي ما نوى وحو نيستي با اسقنادي هدو در الهي نيستي يا الهي درتي الهي درتي هدونا نيسن وحو نيستي ام بولي فمن كانت قفك اهاتي هجرته هجرديس الى الله الله يا ورسوله رسول كيسه فهجرته هجرديس الى الله الله يا ورسوله رسول كيسه اهانيسا ومن كانت هجرته قفك هجرديس اي نقطه لدنيا الدنيا يصيبها ان هلو غارو او امراه أما هويني ينكحها إنو قرصدو هدي أي هجرديسو سيدا أهيد فهجرته هجرديسو إلى ما هاجر إليه وحيون أهجرودي أم بين قنيسا وهدب وحوين يديسو كتشري هجردو أصل كيدو وحو أها مكان لغا هجرودو مركي بلد الكفر أهيد مدينو بلد مسلما نقطين لو هاجري لكن هدو عام مر والبا ماشي كفري عصيان يا لأن لقى هاجروا ماشى وناكسن لو هاجروا مرك قفكي أهاجر إلهي درتي يا الله يا رسول كيسة مهاجر ويو سيدا سو أجر كيسة نقنا يا كي كلنا أن يدي سوح كلا يكوتشرين الدنيا يوح لم يذنه ده أنت أمبوا سجن هلا يا نيو مرك وحاوي يعني وحاوي شيء أنا أني ستو قلبك كوقبت أقصد سيدا درتي أيا نيو من أعمال القلوب أعماش قلوب توي لغوما دواقة مرك لغوما تلفظه يا نويت صوم غد بعد دهين نويت أصلي بعد دهين حبده ميس نيد أنك قبا إلهي نيد هذا وأوجي تبارك وتعالى أن وحالك يا من أسوي ديشت وحجك صوتا ما أهل أن يستؤ لبيك اللهم حجا أو لبيك عمرة صوتا لبه تاس معها النيدي أو لغو دواقي معها تاسي وا أغيسين أغيسيس قفك حاجك أما معتمرك أهي أو أغيسين أيو أو ماركتي إن أو نصق عبادة دي دحق علي أو بلاغي لكن معها النيدي أو لغو دواقي سيدا درتي باوحا وي أكثر كعلماء جمهور تودو وحي ليهين هذوسا حتى كل واقن لبيك اللهم عمرة أم حجا آن لهن حجك سي عمرة سوى صحيح ويدعى يعني مرك ميادة مرك الغرد واقع ما يو إنما الأعمال مرك بالنيات وسيدة سويو نيادة عمل نية الآن مرضعه حولها وح عين النية سنسك السماية لكن قفك بني آدم كعمل كيس نية الآن مرضعه وإنما لكل امرئ ما نوى معنى هذا وحا ويقفك وحو نيست أم بولي هي هذا إلهي درت نيستي عمل كان إنه كاية هي أجر كاية وادهلي لكن هذه وحكا لا يكوكو جيران ودر الله أنا يا هين وحا عمل كوكاليسي وحبك مليه إخلاص كوي مكة وإنما لكل امرئ ما نوى وحا كالو علماء يكوفا سريا وإنما لكل امرئ ما نوى عمل ككلية واحد أني سنكرتا إنتا سنيو
هذا هل نيني ستني هل كنيات هلي تصالح هذا دورة نوبل عبنا يسو علم بالقادنا يا دروس بالبحنا يا قبادي مركي سو تجيسي سوني ستي كو هرت علمي جاس حاضر ماشي علمي اللي هو حاضر ملائكه إلهي بكسو دقو نحريستي ساكوتي معدو نحريستي إلهي سوهل علمي جان نفط هذا الجهل جاو كريال مجتمع عاجا كو أنفع عرور تاضي غرابة ضويوه الرئيس إلهي سبحانه وتعالى كو عابد مسلم كو أنفع أنت جوكتو فدقة أجر حساب صو إمس النيوي سيوت سيوت بقول بعد جارسين كرتا إنما لكل مريء من النواة وحسوق قليه حتى نيدو قيمها إلا إذا هاي عادات كي وحيابه عادات كأهايو قفك وسميني أياد واحد أبدلن كرتا عبادة إنيهين نيدا درتت سيدا درتت باوحيده جرين سلفكي قار كم إذا أنيقو سيدا أن سوجيت كي يجي الصلاة ضيدا مركان تكني إلهي أوقع أجر حساب صدو أيان الله أوقع أجر حساب صدا مركان هردني هردلي ووح عادي ضاد إسكس يا حتوس وطوس تأجر مليه لكن هذا كسيحته نيئه هرددا سيحو سئد عباده الهي اوغو نشاط يا اود اوغو هشي سئد هاوش الرير كاغا اوقبتي الهي درتي انت هرددي او دن اجر بالغو قرهيا نيدو عمل كوي كفضلي بدنت نيدا دا واحد كوهليسا واحد عمل كوهلين عمل واحد كوهلينين نبي عليه الصلاة والسلام ساسوي قفك همينك السيحدة او نييسته انو وقت دم بصاقعه او صلاة الليل تكدو او هرددي اي لطاكتو انديه سكا غالب نقضان وحالو قريابه وري أصغا او صلاة الليل تكدي مركا نيدو وحاليري واتجارة اي قناعسيغا ضدك اهل العلم نين معلن اوهو أرضيدي سي درس السينيو يا الباب كي لسوق راعي أرضي أرضي كم إذا هدمعينو بحو الباب كي فرو مركاسو قبتو يريشوك فريسو الباب كان محاط فري ساببين وحيرو حان أفريا إن أن كعوء شيخيقي إنتو كعي لها أنيقو كعوء وهكذا ما يويري أنيقا فريو مركان فريانه وحان أنيون يا بيري تضبات النيو بان نيي سنيا او انت بان الهي كرجيني انو اجر اقصي بركا نييدو واشي آدي آد اقيم بضان هدو قفكو نييدو وناجيو عمل كي كليا ايضو لسميي ايا هدنو حاويه لبدي عمل بين اسكو مدن قنيني نييدا ساكل الدويسو انو قيم الى اولي هاي وحو يري لبان نمبا قوة التكنية صفك صلاة هل صف لبدو دي صلاة دودنا وحا سوچران بيوري انتي عركي دولكو سوچران عركي دولكا هل صلاة بيوذة توكدين هل صف بيكوذة چران محاك لدوي وحا قلبك كوچراك لدوانا مركا أعماشو وحا كوكا لفضل بضطا وكوكا لقيمة بضطا هربا وحا قفك نيديس كوچرو إخلاصك خشوعة قلب حاضر انت إلهي جل جلاله جعل كيسة لكن كوكا لفضل بضطو صورة ذها أيه يعني فربضنا أنت أيه وإنما لكل مرمان من نواب مرك النبي قد تصالوا بحي عليه السلام حليه قفك هجرده السؤال النقطة هجرده ومكة إن لغت سقا أو مدينة لآدو دل بي أحيد أو كسودت لكن وعام أو دل فسقي أما دل قالوا إنت لغت سقا إن لآدو دل مسلم وي هجرده وأنا باقي إلى قيام الساعة أنت أدون كجرو تصالوا مركا نبيك أسوقات ننكي هجردي سؤال نقطه مكة كتغو مدينة آدي الله يا رسول كيسا فهجرته إلى الله ورسوله بين قنيسا درجة دا سوقات ومهاجر للقرآن كإلهي كو أماني لكن هذي النقطه هجردي سؤال إنه أمارك تأدون يهلا وحد الدنيا أما أو هواني جورسدو تا أم بين قنيسان يديسي إلهي أكتيس وحبكم له تبارك وتعالى إن
هي علمادو دهان حديث كان قبر قار كمد علمادا ليرا هذا أم القيس أم القيس أيا وحا وي مسلمات بي هيدنا سجن مسلمة صحابية با وحي كحرتي شردي تقول كدوني إن هذا يقول سنين إلى آت وهجروته مدينة مكاكا هجروته يدو وي هاجرتي ومهاجرة دوي لكن إساقو لفتي سو هاجري أيضو سو هجرود مهاجر أم قيس أي مركا يراهدان مقعي سنة لما الشيقين ووحي لين علماء دو وحا مقعي سلو الشيقي واي وحا لديدة هيا إن لفضيحي أو يعني مارك تي ما داما أرنتو أرن عاما لكن وأرن عاما ومر والبا وحاوي رسولك هجرة ونقصو قاطي تصالئه وأرن عاما صدق هداد بحنيسي داد صلاة كنيسي هذا حج نيسيد هذا والد كبار أم نقنيسيد كل جود حوي وسوق لسان يد هذا إن أدخل سكريد حديثك بخاري مسلم بأوريين الحديث الثاني حديث كلامات الترغيب في العلم جعليسين ليس جعليسيي في العلم علمي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان حل جوري قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاي وحيري من يريد الله به خيرا من يريد الله قفك الله لدونه به إسجا خيرا خير قفك الله لدونه يفقهه وفهم سياه في الدين دين تفهم سياه حديث كاس إسجنا وحوري بخاري يا مسلم أو حديث كوا يقصر رجوي وياي هاي أن حديث كاس إسجنا وحديث عظيمة أو حديث تواوين كم ذا إلهي سبحانه وتعالى هذو قف كان وافتيو إنه فهم سي علمك يدينك قفك الله خير بلدوني عكس حديثك أما مفهوم المخالفة وحلقة قادنا يا قفك أنه إلهي خير لدونين دينت إنه سن فهم سينين فهمك فقه جوا محي فقه جوا فهم واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أمحو آيدي يفقه وحل العقدة من لسانها وحل العقدة النبي موسى إلهي مركو بريه وحل العقدة من لساني يفقه قول إله عقد انت يا لابك انت يا عربك يا لابا لابتك كفر سيأي هذا الكي يفهمان يفقه قولي مرك فقه يف وفهم وي دينت إلهي وفهمه ومعنى هذا اللي قوضه قفك إنه أمرك الله يا أمرك رسولك يا نهي الله يا نهي رسولك فهمه ومعاني ذا قرآنك يا سنة يا أجيدده ذا أقرته كدبنا أكو عمل فلو عمل كاس نمرك أسوب الدلو الله كعبسي سبحانه وتعالى محايا إلي فقه متك أقفض لبضن وحاوي متك قفك دحشية إلهي إنه كعبسده إنما يخشى الله من عباده العلماء مرك وحاويان خشية إلهي يا عبسي ليسا ككل حشية وهي علمي مركا حماش على قاعدنا يا إن الجيران أو فرق أي كلليهين بين العلم والفقه علمي برشدي سدد بدن بها لغا يابا إن برتان أيدي قرآن كأخرين أيان حديث أخرين أيان لكن معاني ذو ذا إيوه وشيدد لغا وذا آني فهمين فهم كاس بان اللغو كلتك وأدين كمان تأركي وحبضن بعد عيو آيات قرآن وحلو الدليشان يا أما حديث رسولك عليه الصلاة والسلام ما لانو أهين مركاسا وحلو خربيا كوحيه اللومي أو إسلامك كلا يحضي وضد حق أني وحك لكم اللومين فهم دري كل من فهم كاكاق الله عضي خوارث تتصالة مصوق هذا نمانك لديه جري علي بن أبي طالب أجوغو أمير المؤمنين oo dadka adduunka ku nool dadka ugu fadli badan uguna cilmi badan oo dhex joogo bay ka go'eeno muslimki ka baxeen war xaqee u socotaan ma ya khalad weey in al hukmu illa lillah in al hukmu illa lillah abdullah ibn abbas ba u tagay waxaad sheeganaysaan saddex mas'alaan sheeganayna oo maxay yihiin koow arintii dhex martay fidnadi ali iyo muawiya بعد لبنان لو صار أولى المسلمين تسوه الشيسية صاح اللية يعني أبو موسى الأشعري في عمر بن العاص بن وائل
أرنت وحيدا أن حكم كان إلهي بإسكاله محاضد لوغو ديبي أمركو علي ليه هي وكلمة حقة لكن باطل ولا جيدان محاك الله هيستان علي رضي الله عنه مركي هشيسك أي وذقليا معاويا أمير المؤمنين بو أهايا محو أمير المؤمنين أغتر ماشي وعجيب لبا محاك لي مركي دقال كيف نذأ ودعي وحاوي ضدكي علي مركي كوحدي سوء كاتي محاك وحدة كالي الضوام اللو قد ديقن وايقو واللو قبن وايقي دمر كودي بس دي قال دي سبحان الله ابن عباس بقى اتشوابي عليه السلام الفقه قال لك اني فهم كعجائبتي سفيري مركي دمنا مسلمين تبا يكب الحيان وكل حدانو وأكون سيفت أوقاتي أو كل أيه بضدك مسلمين تأه إلى يومنا هذا أنا ويتاجنيه مرك فهمك يا فقهك دينك إلهي لا فهمه وفضل إلهي سبحانه وتعالى وبحيه وقفك وجعليه وخير الله مع جوسيا سيدا درتيد با علم هذا فقهك وحلو بقنا سجارة فقهاء فقهنا وحاوية إن وقفك قرتو أحكام تشريع هذا وأدل الذي ذيك قرتو من يريد الله به خيرا قفك إلهي وخير لدانه يفقه في الدين دين تفهم سيئة. الحديث الثالث حديث كصدحات أهمية تربية المرأة أهمية إيا قيمها إلا ذهي هوين إيدا مقفت الدمرة إلا التربية عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه قال وحيري الدنيا متاع الدنيا دوا متاع والراحة وخير متاعها متاع ذي ذي الراحة ذي ذوحة وخير بضنه المرأة الصالحة وهوين إذا صالح حد هو ناقص رواه مسلم إلهي جل وعلا هذو قف كوافتيه إنه كأرزق هوين صالح هذا الدين تدعي عقل جيد بقى الصالح يهين متاع الراحة الدنيا ما دمنه متاع ذن معنيه ذو حوي ووحير الصهي أهو قف كو تسيد قف كمسافر كا صهي دي سوق الراحة يستو كدبنا يقرب معتو الدنيا دي وساس وي وهلك الراحة ذا ودمانا هيو جو هي مركبة وح أقول خير بدنا محينا قتي هوين الصالح ذا ووح وهي أقل جدي الدين تيدي بقى يصلين يهين ووح وهي نن كذا إيا أما ندي ذا إيا عرور تيدا إلى علينا إيش نن كحوله سي إلى علينا إيش نفتيدي إلى علينا إيش مركو مقيه هي طوريس حماندي فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله نينك غوريغي سي عرورتي سي شفي عن اوغو ماموليسو مركا ميشاس وحا كموقتو يعني فضلي اي ليده هي غبدا وناغسن غبدا وناغسن صالحات ادونك وحا جوغو قفته اوغو وحا اوغو فيعن بين نقطه مال يا ادون اسوغي غبدا صالحات لان يعني دومركو غبدو ونصف يعني وحاوي معرفتي نينكي وادونك هدا رجل دومر بو الهي دتك ككوبا مجيدا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء هذي ايدو هاغاغتو اولاد وناكسن بيكيني اوبد وناكسن بيصف عن بي اوبرباري مجتمعي بي معرفتي هاغاجين نينكي بي هاغاجيني سدا درتيد يعني وحاوي غبدا مسلمات ده اهي صالحه ده اقيمها اي ليدهي بو حديثك عدينا هيا الدنيا دنيا دو متاع ومتاع الراحة وخير متاعها متاع الدنيا دي الراحة دي دان بوحا أقول خير بضن المرأة الصالحة وهوين دو ناكسن الحديث الرابع حديث كأفراد تخصيص مجلس لتوعية النساء قاريالد لقاريالو مجلس يوحا ويقوب لوغوتا لقالي لتوعية النساء هوينك إن لتوعية يولو وعذيو أو أحلى برو سيدنا وكله عن ابي هريره رضي الله عنه قال وحي ابو هريره جاء نسوه هوين بايمد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسولك سو يمادن فقلنا وحي راهدين يا رسول الله الى رسولك سو ما نقدر عليك في مجلسك من الرجال ما نقدر ما اودن عليك كركا يعني ان كو ايمان في مجلسك مجلسك اي ما شاء فدو علمي قدك كبريسين من الرجال من اجل الرجال رجا درتود رجا بانك حشونينا ورجا مسود حقلي كرنا
فواعدنا منك يوما نوقب أو نوبلم منك حقاق يوما مال نأتيك فيه أن كوني معنو وعلمك أن دبرتين والدين تينا أدمارتين نقباهي ترتين. فقال النبي وحيري عليه الصلاة والسلام موعد كنا بلنكين في بيت فلان قرق هبلوي هل كان سوق تقع وأتاهن وأتغي في اليوم مالك. ولذلك الموعد موعد كأي بلنكا درتي من أتغي مركز. قال وحيري فكان وقال ذا أرني أبو هريرة فكان وحاؤها مما قال وحيري وحا كمدها أو مالك دمرك وعيني وكيري لهن دمرك وكيري ما من امرأة هويني مجرت تقدم هرمريني سو هرمر سنيس ثلاثا من الولد صدح أولاد كمدة أو انتي الدنتان أي أهر مران إلهي أهر مران يعني أي كدنتان تحتسبهن كان أجر حساب سنيس وكسب رئيسا هويني مجرت صداسا إلا هدي جرت دخلت الجنة جنضي قشا صدح عنك هويني أي أهر مرتي أو كصبرتي أو إلهي أغاجر حساب ستي مجرتو إلا هدي جرتو جنضي قشا وجنضي جنارتي حجاب أغن نقضان. فقالت امرأة هويني با وحيتر منهن الدمر كي كمدا أو إثنان لبنا إلهي رسول كيسيو. فقال وحيري عليه الصلاة والسلام أو إثنان أما اللبا حتى اللبا ويري وفضل مركة ليراد. حديثك هو صحيح أخرجه أحمد وابن حبان. وحنا حديثك لقى قادنا يا ولدك قيمها أوليها يسيد والدك أقول علسيها يسيد أمارتي والدك أقول كلو ليها فوإذا قارك وضوح سواء روري هل حتى رسولك أنه يري هل طي أهر مرته أو إلهي أجر حساب سته إلهي سبحانه وتعالى جندو قينيا دمرك كلينا ما إهاء رقنا ويسوق ليانو هدى آبه لفتيسة وسوق ليان. الحديث الخامس وحديث كسناد خطورة إهمال تربية المرأة خطورة هي خطرت إلا ذهي إهمال إلا إهماليه أولا ضيعه تربية المرأة هو أنت تربية ذهي إلا ضيعه لباتضع إلا ذهي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبي سعيد الخدري وحلق وريي عن النبي صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وكوريي قال إنه رسولك يدي إن الدنيا الدنيا دي حلوة ومعان ومدمعان خضرة هدنا عقارا وإن الله ألنا مستخلفكم أذنكو إذنك خليف دقو وكيل إذنك قدقي فيها دحديد فينظر كيف تعملون إلهي وحو إيقيا سيدة آد الدنيا دي كصة ميسان فاتقوا الدنيا الدنيا دي كعب صدا واتقوا النساء هوينكنا كعب صدا فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل فتنة دي أي فدنوبين ريبن إسرائيل بلو جيدية ماشي كبلابتي وحي أهيد كانت وحي أهيد في النساء هوين كي أهيد. هرنتان حديث كان وحديث وين وعظيم وحويان نبي عليه الصلاة والسلام أولا وعدينا يا والدنيا دي تصالة وقد يا لبن معني والدنيا دي نفوس تقطع اللغة النفط أي جعسة لبن وحيابه ومد الكوبات أي تهي حق ددنك مد اللبادنا أي تهي حق أركتدا يدي مضى واللبادة ببن آذنك أتعليه حق معانك بن آدم كوحا معان بوجعلي حق ردنك حتى النبي قال إني عليه الصلاة والسلام وجع لا وحا معان حلوياتك ووحا معان ولبا قبو وعب جري ونستعمالي جري وهم حوارك النفط بن آدم كو أبورا حق منظرك إيا في رضا مركي لدهاني نفط وحي وجع عيشة إنا في رسا مضبضا مضبك عقارا وقرينك لولك مركو روب كدو geedihi calaantii ay fuusho dhulkii cagaar ka soo baxo waxa way indhuhu way u raaxaystaan way u bogayaan labadaas boo adduunyada nabiga ku sifeeyay calayhi salaatu wasalaam ma aha in adduunyadii la amaanayo
لكن وحول بومي ذا بقرحان وهذا هذا ما في عنه نفط سي قطع اللغضة النفط الدنيا ذا أجع سي ورسولك عبرية عليه الصلاة والسلام سيدا أصبعي الدنيا ذا تهويري إلهينا خليف بو إذن كقدر خليف بو حوي ومض ومض هو رب الدشي كو أنه هو الرئيان الدنيا ذا كرد حلنا أنه كو كلا أنه سيد حل دون وحونا إلهي إيجا يابو يري وامتحاني بل سيدا السميسان فاتقوا الدنيا الدنيا ذا كبقى الدنيا إسكا إلى عليو يعني وحى لجوه ذا هديح جرين إنه آخر ذي إن هالمانسين معنى هذا معها الدنيا ذي كعرر وكذا إرادة أو هالشقى سنين مايا شقى حلالة كسب حلالة إسلام قوة أماني فضل بضم بقى لجهر تبي قفك إنه كسب سما يستقى الدنيا ذي وح كبصداء نفتي سي وجا إلى شرفت هذا كو إلى عليو لكن وحى لجوه ذا قلب جايين كود دجيني قعنت هذا إنها كشرتو واتقوا النساء وان كان كدور صدا او اسكا الى عليا ساس الله النبي عليه الصلاه والسلام ما حي لي فبنو اسرائيل وقوا في تنوبي او علمي دينتي ايغو غران هي كتغي ماشي لغا راعو اوغو هريسين هوانك اي هي دور النبي عليه الصلاه والسلام هوان اي مرك حداي هاغاكتني مجتمع هاغاغي حداي فسهادن مجتمع بي فسهادن لأن وحوى ووح نفتي يا رجل لجعلي سي نبي وكيل عمرك يبحضه سيدان با قال كفولي كل كاسو قرحن أو إنديه ذاتك أسو تشيدي وقتر مرك وحل ورياء قصو إسرائيليات ككمدا إسرائيليات كوحي إسرائيليات والله ريبر وسال وريين نبي وحوري عليه الصلاة والسلام كشاكية ولا حرجة ابن ملك وهدينا هاي واحد دين تاني كسهر كذا كهر إيمانه يو وعبرك السجن ولا ورين كرا قصة ده واحد ليهن أفر ويله ولا لا أيا واحد إسقران الجهاد في سبيل الله إني آدم ووقت جربنا إسرائيل جبر بعلاق على تهال جبر جبر دي مركع إذا يقطع جنب جرين وين أيا جيلنا نولعين أيا ذا جيلنا نولعين كل جود بين هاي way fikireen markii dambe waxay go'aan sadeen nin raahib ah oo meel soomaacad ah uu leeyahay isaga cibaadeysto caabid ah war ninkaana aamin ah gabadha ninkaana aanu geyno oo naga tagno ninkii bay u geeyeen markii hore uu diiday uu ka cudur daartay way ku qasbeen waxay dhahayn ilaahay diinti san soo difaacina jihad baan aadeyna cid aamin ah oo gabadhi ku aamini karna male adiga ma ogey way hoo yiri shardi buu wuxuu ku xiray wuxuu yiri meeshaan Soomaacada meesha aan ku jiro ku cibaadeysanay geer dhinaceeda meel oga dhisa halkaas marka qol ay degto oga dhisa wiir way oga dhiseen bas cuntada ay wuxuu u diyaarinaya markii hore ayaamihii hore albaabkiisa intuu u dhigo iyo albaabka xiranaya way soo baxaysaa cuntadeedii qaadanaysa marka sidaas ay u ahayd ayaa شيطان كي أويمد حكير أرنيه هو وحان مسؤولية ما إيه قبض لي لجوء ديبتو لجوء أماني استهاد ضيع عن شيطان هو عدو قبض لا حدين أنت يصوص عطوا يسوي رئيس الله ضف كور أما متق أنا بلاي دح أستاكل هذا هو الباب كذا أودك انتظر أو حرنا هذا لكن أودك سيدي بويا لو استاب كاسو سوق هذا حب لابي إنه انتظر سوق هذا الباب كده أقول لك أيضا أنت إسكا فرت أي قاضي حد أنا ومدة وحير كده بوحكيري ورجع برد عن يرو إسكا مسكين تاع نم وحاتها عبدة أو إسهوه وأنت صوص إلهي عبدة هي وح ما أنت نم يكسر الجس ما هي دي كبر وعد الله تي بل الباب كده أنت أفرى ستدهره مرك قاركود قصص في عن إيه وعد يرو كابن إيه بل يا أشي أشي حضنا السيدي بالله الباب كي إنه فريسته هو وحي استاب كي كوحي جاي وحو أها حضنا إنه كوق القالي واحد ما ماله إنه جوري قالوا جوري جيبوا قالي قبر دي وكرد عيادا بالله وي مارك تي أور بي قاضي شيطان كي أشي كي وحير خلاص وكرد ما تواد عيبودي شيخ دماء عابدك ما يدن كدن لغي قانا وخا سميهي حلك كلي الله ده وها وي عيدنا كوم اوغي غبد الدل ميلها كوسو خبال سمعتها دي سياد وبدباسته وركيده ما هلا وايو ودلي ميل بو كو خبال
wiilashii muddo kadib waa yimaadeen woor walaashana aw gabadh iyadoo fiicanoo wanaagsanoo ilaahay caabudo oo aada u fiican baa hal mar xanuun ku soo booday way dhimatay allaha u naxariistay wiilasha waana aasoo si fiican baan u aasay qabrigeedina wankaa intuu meel been u sheegay wiilasha alxamdulilahi jazaaka allahu khayran waad mahadsan tahay tii allah u timid maxaana wad wiilashii habeen bay seexdeen subaxii bay isu yimaadeen way sheekaysteen nin walba hameenkiibuu riyooda riyooda anu waxaale waa riyooday war anna waa riyooday war anna oo maxaad ku riyootay riyo isku miday ku riyoodeen riyadu waxay ahayd in walaashood la dilay ninkaana uu nin been sheegahayay yahay way soo baxeen way u caga jugleeyeen way handadeen markii dambe runta u sheegay wuxuu yidhi waxaasaa dhacay gabadhina waan dilay qabrigeedii dhabta ahaydna wuu geeyey dhabta ahaa ninkii maxkamad baa la saaro waxaa lagu xukumay toogasho in la dilo koorta laga gooyo intii la sii waday oo meesha lagu qisaabsi lahaa loo sii waday uu shaydaanka u yimi wuxuu ku yidhi shalay waxaan anaa ku geliyey oo kugu qalqaaliyey maantana ninka kaa saari karo keliya waa aniga hal mid ahaana kaaga saari karaa oo waa maxay hal sujuuda ii sujuud aniga ii sujuud waa qof naf yacni mawd iyo geeri loo sii wadee xusir warmalaha armaa wuu sujuuday sujuudi asagoo ku jiraa kurka laga gooyay shaydaan u sujuudsan kow nihaayadiisii khaatumadiisii halkaasay noqotay waa qisa ree banu israa'iil inay sugan tahay in kale allah naga og laakiin waa cibraa ku jirto cibra iyo wax lagu cibra qaato yaa ku jirto sidaa darteed buu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka digayaa in la ihmaaliyo la fududaysto tarbiyada haweenka haweenka in la tarbiyeeyo hadday haweeneedu tarbiyaysan tahay ilaahay ay ka baqayso tabaaraka wa tacaala mujtamacaasi wuxuu noqonayaa mujtamac aada iyo aada u wanaagsan oo waxa weeye dhexdiisa wanaaggu uu ku bato xumaantuna ay ku yaraato ina adunyaa adduunyadii xulwatun waa mid macaan khadiratun oo haddana cagaaran wa ina allaha allana mustakhlifakum idinkuu idinkaga khaliifiya wakiil dhigay fiihaa dhexdeeda fayandura kayfa tacmaluuna wuxuuna eegi alle sida aada samaynaysaan iyood ugu camal falaysa waa imtixaan fataqu dunyaa adduunyadii ka dhowrsada ha dhex gelina oo yacni maaragtay xaqii alla yaana idin dhaafin wattaqu nisaa'a haweenkiina ka baqa fa ina awala fitnata bani israa'iila fidnadii ugu horreysay ree bani israa'iil kaanat waxay ahayd fi nisaa'i haweenka dhexdeeda rawahu muslim alxadiidu saadisu xadiidka lixaad almar'atu naasiratu lidacwati haweenaydii dacwada ilaahay u gargaartay oo sida laga doonayo haween kasto muslimad ah adduunkan intay joogto inay diinta ilaahay wax ku tarto وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة قالت وحي تري أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي أوه الرئيو لغب لابي النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي وحي حقيسة الرؤية الصالحة هي صالحة باي أهيد رئيو وناكسن باي أهيد في النوم هرداد دحدة أقول رئيو نيو انت النبي صلى الله عليه وسلم إلهي سو سارين وحي أوه الرئيو لغب لابي وحي أهيد همين كيبو رئيو كدبنا وحي تري fakaana laa yaraa ru'yan wuxuu ahaa midaanan arkin ru'yo iyo riyo hameenkii ilaa jaa'ad way imaan jirtay maalinkii oo uu arki jiray mitla falaqi subxi sida waaga berigiisoo kale iyadoo ah hameenkii buu riyoonayaa riyaduu ku riyooday xalaba wuxuu arkayaa subax iyadoo sideedii ah saasuu ahaa walidaalika riyada wanaagsan nabigu wuxuu yidhi waa qayb ka mida waxyiga ثم كدبنا انت كدب حبب اليه وحل جعليسي الخلاء خلاها بنانك اي علدا انو غار نقدو كلغي ميل تغو وكان وحو اها يخلو بغار حراء مد كو غار نقدو اها او كو كلي نقدو بغار حراء غار حراء وبورتن كو تالا مكه او هذا جبل النور بالدها جبل النور او كركيسا قد كو يالو بو نبيو غلي جيري dadku hadda markay meelaha tagaan xajka iyo way koraan oo waxaa laakiin ku jiro anumaan tegin laakiin dadkii iga sheekeeyey dhibka ku jiro yacni waxa way qofa wada male intaasaa buurta la sii korayaa
جران جري أسمى يانو بلسيد الرسول الله صلى الله هل كاسو النبي قال جري هو إلهي أكو عبود جري بغار حراء وكان يخلو هو أمد كجار نقض بغار حراء قد كحراء ليرهب فيتحنث فيه وهو التعبد ويتحنث كل عبادة سنتري فيه الحديث وهو التعبد سقع سيف فصل حديثك وح تحنث كأصل كيس وحوي من الحنف بيكت مده ودمبجه دمبجه لكن وح على جو ذا يعني دمبجه أبو إسكجت دوري شري وإلهي أبو كلا عبادة إلهي عبادة دمبجه إسكجت دوري ساي وحكوا عبادة سنتري فيتحنث فيه الليالي همين ذي ذوات العدد ترضى صاحبكها يعني همين قوان وهلك كتري تري وكوا عبادة سنتري قبل أن ينزع إلى أهله انتو سن أهل كيس أؤمنون سوء آذن ويزود لذلك ويزود لذلك أرنت أصنع عن الله صحيح صحيح الله صين يعني ما هي كودا ماشو كتري هل كاسو كعبادة السنة يي مدوها بين نجو عن مركي سعيد كذا ما تنقول يسوء ماذا سعيد بوقاتا عن تدي وحون له وعب لها ماشي واحد أنا كنا قضاء ساسوي مرك ثم كتبنا يرجع وصل نقنجري إلى خديجة خديجة وصل نقنجري فيتزود وكسه قادن جري لمثلها سلا سوكله حتى جاءه الحق إلى حق أويمد وقدك أويمد وهو إسقى في غار حراء غار حراء كتيرو إسقى غار حراء كتيرو بحق أويمد حق ووحيدي جبريل بانه كاني فجاءه الملك ملك جبا أويمد جبريل فقال وحكير اقرأ عقري قال وحير ما أنا بقارئ أنا مدو عقري ما هي وحمم عقري يدو وحنا مقرب قال وحير فأخذني وإقبتي فغطني وإما تشوتشي أما وإعتشي ساسولي حتى بلغ مني الجهد حتى بلغ إلى أقار مني حقي الجهد نبكي إلى نبكي عن درامي مجوجينتو إما رجوجي إنتان عبري ثم كدبنا أرسلني وإسيداي أطلقني وإسيداي فقال وحير هذا اقرأ قلت محانر ما أنا بقارئ وحبا ما أقري فأخذني وإقبتي فغطني هذا وإما جوجي ويعجي الثانية تمرك اللباد حتى بلغ مني الجهد إلى أي دباتي حقي قتابتي ثم كذبني أرسلني وإسيداي فقال وحير هذا اقرأ أقري فقلت وحانر ما أنا بقارئ مدو عقري ما أهي فأخذني فغطني سيدي وكلي هذا وإي قبطي وإي مجوجي الثالثة تمرك السدحات ثم أرسلني وإسيداي فقال وحير مركا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم آيداس آيداس أو آيدي وهرية القرآن كإلهي سودكو أيو مركا ملك الجبريل بو نبي قبرا اقرأ باسم ربك أقرأ مقعك ربك الذي خلق خلق أبو ري خلق قوضا خلق الإنسان إنسان كان كأبو ري من علق حنجر اقرأ أقرأ وربك ربك الأكرم كرامة لها فرجع بها رسول الله رسول كلاه والله أبتي صلى الله عليه وسلم يرجف إسقاء الروحانيو فؤاده قلبك إسقاء الروحانيو قرير يا عبسي درتين فدخل على خديجة خديجة أقلي حاسكي خديجة بنت قويلد رضي الله عنها فقال وحيري زملوني زملوني إدو ضوبة إدو ضوبة فزملوه ويدو ضوبين حتى ذهب عنه إلى أكتغي الروع أرققحي إلى أكتغي فقال لخديجة خديجة وحكيري وأخبرها الخبر مركو خبرك أغشيكي وركي وحي ماشا كردعي أيا وحكيري لقد خشيت على نفسي خديجة نفتي ديبان أبقي مانت نفتي ديبان أبقي باتدي إقارتي فقالت وحيت لخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها قبل قيمها بطنين كلا والله كلا كلمة زجر أوي لا بيتري النفيئة ميا والله ها ما يخزيك الله ما يشاس مت بقرصمة يا طبعا هاي الساسي إيتا الله وخلط ما واي ما ألف كذلك تأذى ما يشاس ما يخزيك الله إلهي كمه جينيو ومكؤهانين يا أبدا ولقين إنك أذق ولا تصل الرحم رحم قرابة حريري ساء أوقف قرابة حريرياته وتحمل الكلة على سيادة حنبارتها وحدتك قادي كري وين وقبان كري وين بعد قبتها
أما ضدك لباتيسن وضعفضة أهد واحترتا وتكسب المعدوم وحات كسبتا وحا أن مارتي معدوم كأهو اللوايون عدت قبان كرتل أرق يعد لا إيمان كرتو يعني ساد عمد وحوترتو وتقري الضيفة مرتدة أياد صورتايو كراميسا وتعين على نوائب الحق حق أياد أكال ميسا انت صفو ونكسن بعد لا يدهي او انت انا النبي اللي قاعد دي هدا انت ان لغو امام بعد لهيد سدا درت الهي كما هو جنيو ولبا وي دارتي خديجه رضي الله عنها نبي صلى الله عليه وسلم مكانه وين بك جوقتي بس وين يا سو اجلا الى اي كما سيري جيرين حاسسكي سو ايدو دمتي سو شيخ شيغ هيو او اجلي هيو صدقه ولبا وبخينه قيب كما دو اوغ نيون جيرين نبي عليه الصلاه والسلام فانطلقت به خديجة لا تكتور رسولك كحيسة خديجة رضي الله عنها حتى أتت به إلى أي أولتكتي ورقته ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة إن أذيرك خديجوها وكان وحوها امرأة قد تنصر الروح والنصرانيوبي في الجاهلية حلق جاهلية دينة نصارى وقاطيو دينة دي مركز تالي وكان وحوها يكتب الكتابة كتبت قري جري العبراني يعني عبرانية ذا عبرانيه وحاوية واللغات مركا لغو قري جري كتبته فيكتب وحو قري جري من الإنجيل كتابك إنجيلك بالعبرانية فرتاس عبرانية أبو كقري جري كتابك إنجيلها ما شاء الله أن يكتب أنتو إلهي دور أنه قرب بكو قري جري وكان وحوها شيخا كبيرا دا شيخ هو ييل هو وينبوهن داء عمي إن دا بيلي فقالت وحي تري له خديجة خديجة وحي كتري ورقة يا ابن عمي إن أذارك يوم اسمع مقل من ابن أخيك ولالك ويلك سب المقل نبي يقول ذا بل وحو كوشي يقدون مقل فقال له ورقة ورقة وحكيري يا ابن أخي ماذا ترى ولالك ويلك سيو أذر حات أركتي فأخبره الرسول الله رسول كلابة أشيك صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى وحو أركي خبر كيسو أشيكي فقال له ورقة ورقة وحكيري هذا الناموس كاسوا خير وده الذي نزل على موسى نبي موسى كسو دغاي وليك وحا كويمد وخير وديه نبي موسى كسو دغاي وجبريل وملك ملائكه رسوشا وحيغه او كيري جيري مركاسا و خوسي راعي يا ليتني شليتيده فيها جذعا دلن يرى من هذا مركاس بل محن دلن يرى اهان واي يا لانك وانين دينتي هرا هيسته محاد سمين له اكون حيا مد نول من هذا إذ يخرجك قومك قلبا ذو مركب كبحين هيان أي كسار هيان إسلام مركب وحوء قاعد إنك النبي إنه يهي وحوي من جبريل أو يهي وحي اللي جوس ودت شيء لأن وحوء هذا إن دينتي وحكي قان مركاس وحكوش الله يا محان وهان ويدلن يرى نول أو كوه اللي مركب قلبا ذو كسار دونان فقال النبي وحير عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم أو مي إسار هيان ما إساري قال ضيده قال وحور نعم ها لم يأتي رجل نن لما إيمان قط ولقيد بمثل ما جئت به وحن أردت من قط ولقي إلا عودي ولا لد قال لما إلا بقربو تنسو عليه سمع هل مروى إن شاء الله لم يأتي رجل قط نن لما إيمان ولقي بمثل ما جئت به وحن أردت من وحن لما قط ولقي إلا هدو ليمد عودي ولا لا دغالما ولا لا لا علايتمي ها وحو يري مركا وان يدركني يومك حدي مالن كاغو اهاليلو ان سو غارو انصرك وان كو غرغاري نصرا مؤزرا غرغار حقله بان كو غرغار يا ابو يري ثم كدمنا لم ينسب من نجان ورقه ان توفي ان الافسدي وفتر الوحي وحي ما كلا غاي وحبدن ما جوجين با ورقه مركه وا دنتي وحيغنا مركه و كلا غاي حديثه مركه بخاري با وريي حديثه مركه ماشا او شيخ او كدليسدي قبل مسلمات ان عاد او خسي وحا ويه او غرغاريده دينته الهي نبي محمد خديجه سي او غرب استاكتي صلوات ربي وسلام عليه الى وحا ويه سندكي نبي او دنتي او كدنتي اديركي ابي طالب يا خديجة هل سنة وضع دينتين دور بلود بقى ودحيي سنة دي طبنات بعثة عام الحزن بقى لو يقعنا شرعة يتسير هذا عام الحزن سنة كمرو قده وحاوية أدير كيو كورك الدفاعي جري
iyo khadiija oo gudaha ka dhisi jirtay markuu asagoo dhibaataysan u yimaado la soo dhibay bay niyadda u dhisi jirtay labadiiba hal mar israacay sanadii ugu muruga bandeed oo nabiga soo maray buu ahaa nabigu marka wuu jeclaa aad buu u jeclaa markay haweenka ka maseereenna wuxuu yidhi dadku markay xoolahoodii ii diideen ayadu way isiisay markay i beeniyeen way u rumaysay ayada cid aan ahayna ilaahay awlaad igama arsuqin buu yidhi ilaa xadiidkii maarata imaam bukhaari markuu ka waramahayo yacni manaaqibta saxaabada khadiija uu ka sheekeynayo uu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin jibriil baa u yimid markaasa wuxuu ku leeyahay yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisiyow khadiija ku imaanayso ayadoo weel idaam iyo suuga iyo ku jirto kuu waddo hadday kuu timaado rabbigaabaa soo salaamahayee u sheeg subxaana allah faidaa hiya atadka faqra isalaama calayha min rabbiha meeshay gaartay gabadhaas weliba waxaad ugu bishaaraysaa guri qasab ka samaysan oo jannada ilaahay ku yaalo markaasay leedahay markuu rasuulku u sheego bay waxay leedahay ina allaha huwa asalaam wacalaa jibriil asalaam wacalayka asalaam yaa rasuul allah ilaahay isaga hadda salaam duco ma baahno adiga jibriilna korkiina nabadgeli allaha yeelo heerkaasay gaartay waxayna ku gaartay dacwadii ilaahay oy garab istaagtay iyo xaqa ay u helisay marka gabadha muslimadda ah inay qayb ka qaadato u gargaaridda ilaahay diintiisa iyo dacwadiisa waa arrin aad iyo aad u mudan darsiga maanta intaas aan ku joojinno allahu tacaala aclam wa sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam ajmaciin wabaaraka allahu fiikum